السلام عليكم، مساكم الله بالخير. بإذن الله بنتكلم عن بعض أنواع العقاقير، بنتكلم عن 5 مواضيع أساسية في السنة الجاية. بنتكلم إن شاء الله عن 5 مواضيع أساسية فيه، وهي اسم الدواء والجزء المستخدم منه طبيا والاسم العلمي للدواء واستخداماته وموانع الاستخدام. أول دواء راح نتكلم عنه بإذن الله اللي هو الكلوف، هذا هو اسمه، اللي هو القرنفل أو ما يسمى بالمسمار. الجزء المستخدم طبيا من القرنفل اللي هو البراعم. الاسم العلمي للقرنفل يوجينيا كاريوفيلس، هذا هو الاسم. من أشهر استخدامات القرنفل أنه يستخدم كمسكن لألم الأسنان، وأيضا يستخدم كعامل منكه مثل اللي يستخدم في التوابل ويستخدم في القهوة. فالقرنفل يعتبر كمصدر للعديد من الفيتامينات مثل فيتامين A، فيتامين C، فيتامين K، وأيضا العديد من المعادن مثل الحديد والكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم. فمن موانع استخدام القرنفل أنه لا يستخدم لا قبل ولا بعد العمليات الجراحية، لأنه يسوي تثبيط لعملية تخثر الدم.